احنا في كتير من البنات اللي تعرضوا لعملية التحرش دول رفضوا ان هم يطلعوا في برامج، رفضوا ان هم يقولوا حتى الاقرب الناس ليهم ان هم مروا بتجربة زي كده، وبتفضل ذكرى جواهم ما بيعبروش عنها، ما بي لغاية ممكن لغاية ما يكبروا ويخلفوا بتاع ما يقولوش ان ده حصل لهم. لكن معانا النهاردة بنت جريئة قوي مرت بالتجربة وهي موجودة معانا وهتعبر عن نفسها اتحرش بيها وتقول لنا تجربتها وتقول لنا نصيحتها للآخرين عشان ما يحصل لهمش أنا بحييها زي اللي حصل لها. احنا كلنا هنحييها طبعا. طبعا اتفضلي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اتفضلي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. انا بحييكي اولا لان انت في منتهى الجراءه والصدق مع نفسك. انت الاسم ايه معلش؟ احنا متفقين مفيش اسم. انا اسف. بعد اذن حضرتك، يعني انا كنت متفقه معاهم ان انا وشي مش هيبان. لا ما اكيد مش هم اتفقوا معاك على كده؟ هم اتفقوا بس انا صراحه يعني بعد اللي حصل انا مش بثق في حد صراحه. بس ما هو خلاص يعني انت جيتي في برنامج وثقه يعني، ومعاك الاستاذه هاله ومعاك انا، يعني ما تقلقيش. هي استاذه هاله اثق فيها، لكن معلش ما بثقش في اي راجل الصراحه. طب بدالي تستأذن انت، شكلك مش حلو. طب انا هعمل نفسي ما جيتش. لا يعني 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 احنا عموما برنامج محترم ومحطه محترمه. ايوه بس انا يعني انا لما دخلت برضو شافوني صح ولا ايه؟ يعني ماشي هو ده في المونتاج يعني ده. طب هو طب ما المونتاج شافوني برضو. ما هم في المونتاج شافوكي بس معلش هي... هم شافوكي بس انت ما شفتيهمش. يعني هم شافوني. لا مش قصدي يعني حضرتك فاهمه بقى الكلام ده. بنعمل علامه على الوش، يعني بنعمل علامه على الوش بحيث ينفع اشوف علامه بنطق عشان ما حدش يتحرش بيها تاني. يعني ممكن مدام هاله تعمل بايديها على وشك مثلا؟ طب هم شافوني لما دخلت. مين هم يا ستي؟ الناس هم الناس معانا هنا شافوك وهم حاليا شايفينك وكلنا شايفين. هم شايفيني طبعا وفي المونتاج شايفيني. ايوه بس هم بس في المكساج لا بتهيألي في المكساج بقى بتنزل حاجه كده. طب انت يعني ايه التجربه اللي مريتي بيها؟ هو انا في يوم كنت راجع من الكليه وبعدين لا هم شايفيني صح. ايوه حضرتك يعني انت مش واثقه ان احنا نطلع صورتك مش واضحه؟ لا مش واثقه. لا لا ما تخافيش المخرجه ست فما تقلقيش. والمخرجه بس المصورين رجاله يعني. احنا بنحاول نساعدك يعني احنا. ايوه وانا برضو يعني انا مريت بتجربه غريبه وجديده يعني فانا كنت عايزه اشاركها يعني تجربه حلوه الى حد ما. حلوه تجربه. حلوه تمام مش فاهمها بجد يعني تجربه. اتفضلي بعد اذنك انت يا هاله. اتفضلي انت يا هاله. حضرتك يعني بتقولي ان تجربه التحرش اللي حصلت لك تجربه حلوه. هو اي تجربه بنتعلم منها طبعا. اي حاجه بنتعلم منها لازم بتكون كويسه طبعا يعني. بس انا برضو يعني انا مش واثقه الناس اكيد شايفيني واكيد هيشوفوني في التلفزيون. حضرتك عارفه بقى الفضايح والكلام ده. لا عادي ما انت اتفضحتي خلاص. ايوه كده طمنيها يا هاله. حضرتك مش واثقه فينا؟ لا معلش انا مش هينفع اصور في برنامج بعد اذن حضرتك يعني بعد اللي حصل يعني. اقول لك على حاجه؟ نعم. انت صورتي وتصورتي ايه اصلا؟ يعني ده ذنبي ان انا وثقت في حضرتك يعني وثقت في البرنامج؟ يا ستي كل برنامج يحصل معايا كده ولا ايه؟ يعني انت لفيتي على البرامج؟ هم برنامجين. ما انا مش فاهمه بقى. اتفضلي. شافوكي شافوكي شافوكي. وهنطلعها في البرنامج وهتطلع صورتك كلها كده. وهنكتب اسمها. ايوه. وهنقول من انه منطقه. ايوه. وهنقول فين باباها. التجربه حلوه. تجربه حلوه يعني ما تكونش تجربه. تجربة كانت قاسية بس حلوة قوي. حلوة قوي عجبتني قوي. عجبتني قوي. يا رب يتحرشوا بيا تاني. هلا احنا معانا.
يا عيني دي حصل ايه اصلا؟ ما تخافيش، انا هعمل نفسي انا هي. لو سمحت غطي وشي، غطي وشي لو سمحت. يعني انا كده باينه؟ يعني انا كده باينه؟ ايوه باينه. كلكم خاينين، كلكم خاينين. يا عيني يا ربي، دي حصل لها على فكره. بس اكيد حصل لها والله حاجه في دماغها طبعا، مش طبيعيه والله، ما طبيعيه. اصل يعني بص، جايه وعارفه انها داخله برنامج وكل حاجه. طب غطي وشي واتفقوا معاها خلاص. طيب يعني ايه؟ مش فاهمه. بس انا بتخيل بقى لو البنات هم اللي بيتحرشوا بالولاد، وده موضوع الفيديو بتاعنا اللي احنا هنشوفه لمده دقيقتين ونرجع نكمل كلام. تمام، نشوف الفيديو. عايزه حاجه يا ماما؟ انت رايح فين يا طارق دلوقتي؟ انا خارج يا ماما. هو انا صغير يا حبيبي؟ الساعه 9، الناس تقول علينا ايه؟ بص يا ماما، ما حدش يقدر يتكلم علينا طالما انا ماشي كويس، ما فيش بنت تتكلم عليا. وبعدين ما انا لابس واسع اهو. وانت رايح فين دلوقتي يا ابو لبس واسع؟ خارج مع واحد صاحبي. طب استنى سمر اختك توصلك. يا سمر يا بنتي، يا سمر تعالي وصلي اخوك. ايه ده يا ماما؟ سمر مين دي اللي توصلنا؟ انا مش صغير. يوه يا ابني، يا ابني كلام الناس. طب اقفل الزرار ده، بيخنقني بيخنقني. معلش يا حبيبي عشان ما حدش يتكلم عليك. ماشي يا ماما، مع السلامه. مع السلامه يا حبيبي، ربنا يسترها عليك وعلى كل الصبيان اللي زيك. عايزه حاجه من ده؟ لا يا حبيبي، ربنا يخليك. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهو يا ماما، ادي الزرار الخنين. اوبا يا ماما، يلا. انت يا دي قصدي يا جميل. يا ايه ده؟ انتوا اتهبلتوا في مخكوا؟ انتوا مش عارفين اختي تبقى مين؟ مين يا قمر؟ انا اختي سمر الحكش. اوبا امين يا شبح، ناسفين يا اسطى. عموما لو اي بنت اتعرضت لك قول لنا واحنا نزعلها لك على طول. اصلي يلا بيت، يلا بيت. لا حول ولا قوة الا بالله. يا ابني ما العيب عليك برضه، ما انت لو كنت لابس حشمة وقافل زرار ما حدش كان هيعبرك يعني. يعني انت يا عم الشيخ ما حدش بيبص لك؟ فكرنيش يا ابني، هعمل لهم ايه اكتر من كده؟ هطلع لهم ريش. يا طارق. ايه يا شيماء، اتأخرت كل ده ليه؟ حرام عليك، البنات بهدلتني. معلش يا طارق، محدش يقدر يا اخويا يبهدلك وانا معاك. شيماء بصي، احنا لازم نتجوز، موضوعنا طول قوي وانا خرجت النهارده بالعافيه. خلي بالك انا يستحيل اتخلى عني. شيماء الموضوع كبر قوي مننا لازم نتجوز. طب يلا بينا على البيت يلا. وبعدين الحاج تعبان وعايز يشوفك. الحاج تعبان وعايز يشوفني؟ شيماء احنا ما ينفعش اروح بيتكم خالص غير لما نكون متجوزين او مكتوب كتابنا او حتى قارين فتحه. سيب الخروف يا ناعكه. يلا بسرعه. اتفضل يا استاذ. خش يا حبيبي تعال. ايه ده؟ انت بتقفلي الباب بالمفتاح ليه يا شيماء؟ اصل في جيران غلسه قوي هناك، وبعدين لو شافوك كده وشباب طالعه داخله هيبقى المنظر مش لطيف. ايه ده؟ مش انتوا ال ايوه. وبعدين ما انت طلعت حلوه اهو بتيجي سوق يا عم. ده احنا لبسنا نايت النهارده. فين باباك يا شيماء؟ موجود يا حبيبي موجود. انت خاينه يا شيماء، انت خاينه وكل البنات خاينين. كل البنات بتحبك. كل البنات خاينين طبعا يا سيدي، يا بختك. وانت اللي زيك مين؟ وانا انتوا عاملين عليا حفله. ما تهدى بس كده يا جسم من ملبن وعقل من حجر. انت تعملي فيها شريف ولا ايه؟ انا شريف غصب عنك. لا الواد ده ما ينفعش معاه غير كده. زمن الوحوش يا احنا في زمن الوحوش. وحوش يا عم دول وحوش، الناس ملحوش يا عم دول وحوش. الناس ولا حاموش
ده ممكن يحصل؟ أه؟ ده ممكن يحصل؟ يا ريت يا ريت ده يحصل. يا سلام، ده الرجاله هيتبسوا قوي 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 والله. آه والله يجربوا. اه يشوفوا اللي بيحصل. اه البهدله. آه. اللي هم بيتبهدلوه. تجربه حلوه. انا عجبني قوي الكلمه. اه انها تجربه حلوه. تجربه حلوه. اه يعني قالت لك تجربه حلوه. تجربه حلوه قوي. انا اتبسطت صراحه. اه صراحه. وهحاول اجربها تاني. هروح الاماكن بتاعه التحرش. بتاعه التحرش. تحب اسمعك صوت البحر ولا اسمعك فيروز؟ تحب تسمعي ايه؟ لا اسمع فيروز. تسمعي فيروز. في اغنيه انا وشادي، انا وشادي غنينا سوا. ايوه اوكي. هي في الكرسي برضو. هنا في كل حاجه. يا سلام. اهو بصي اهو. ما تخافيش، ما تخافيش. لا مش اي حاجه. ايوه لا ده انا دوست على بتاع. ده انت دوست على. لا المزيكا اهي. ايوه ادي انا وشادي غنينا سوا. انا وشادي غنينا سوا يا محمد. لعبنا على التلج يا شادي. يعني بوصلك كل اللي. بوصلي فيروز. بوصلك يعني كل يعني بعد كده كل ما هسمعها كل احلامك. تعالي هذا تعالي تعالي. أيوة. سيبك احنا مش بتوع الكلام ده. لا لا مش بتوع الكلام ده. مش بتوع راحه. لا 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 بتوع مرمطه. ايوه. هي فين؟ في المرمطه. اه تعالى مرمطك. تعالي. بص يا هاله. نعم. فاكره ما كنا بنقعد نلعب كوتشينه؟ اه طبعا. احنا عمرنا ما قعدنا لعبنا كوتشينه قبل كده. لا ازاي؟ لعبنا صح؟ الله. لعبنا كوتشينه. اللي كان محترف كان علاء الله يرحمه. ده كان فظيع. اقعدي هنا وانا اقعد هنا. حاضر. ايه ده؟ ايه ما تخافيش ما تخافيش. ما تخافيش. وهاتي البونبوني ده الناحيه دي ناحيتنا احنا. حاضر. ايوه كده اهو. تمام؟ تمام. ونقوم بقى ايه؟ الكوتشينه دي عايزه 5 تنفار. اه. واحنا كام؟ 2. بس احنا في 16. احنا في 16. اه طب احنا محتاجين فوق ال 16 دول 3. تعالوا يا اولاد تعالوا يا اولاد تعالوا يا اولاد. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ده اسمه عبد الرحمن وده اسمه الصغير وده اسمه حمدي. حمدي. اه بس هو حرامي. ايوه. تحب نلعب؟ اقول لك انا حلو. اه اسمها ايه؟ بونجور مدام. بونجور مدام. عارفاها؟ لا. بصي اما تشوفي البنت هتقولي ايه؟ بونجور مدام. اما تشوفي الواد هتقولي ايه؟ بونجور مسيو. ايه مسيو. هتشوفي الشايب هتقولي ايه؟ طيب. تشوفي الاس هتقومي حاطين ايدينا كده، اخر واحد هيحط ايده هيلم اللي فضل كله. تمام. عشان كده لازم تركزي. طيب. ماشي؟ طيب. ابدا يا حمدي. لسه ما لعبتش؟ ها؟ يا حمدي. انا اخر واحد انا لميت ده كله. انا ايوه انت عشان صاحب الليله. بدورك بدورك بدورك. انا الواد عبد الرحمن. الواد عبد الرحمن سندخين. الله يقطعك. مش مهم مش مهم. بونجور ميسي. بابا يا جدع. ايه ده؟ ده بونجور ميسي. بونجور عبد الرحمن. عبد الرحمن ابطا واحد. بص هنلعب البطيخ على طول. البطيخ على طول. البطيخه هنعمل كده. البطيخه هتجيلك ماشي. فتقوم انت بطيخه موديها للناحيه الثانيه. ها بس اللي يعمل كده يقوم البطيخه راجعه اللي اداها له. ها اوكي. خش خش طبعا. رجعت لك رجعت لك. اعمل ايه؟ هديها لي هديها لي. Ha 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 ha!
فاكرين يا شباب؟ فاكرين يا شباب؟ اه يا ماما انزلها. فنانة جميلة هالة فاخر، انت نورتينا النهاردة. يا رب يخليك. واكيد الناس كلهم اتبسطوا. الحمد لله. وبشكرك على وجودك معنا. وانا بشكرك جدا على استضافتك ليا بجد. الله يخليك. وعرفت النهاردة انت لعبتين جداد. ايوه والله حرام. البطيخة البطيخة وال وبونجور مدام. بونجور مدام مش حلوة جدا. واكلناكي بطيخ وكله تمام. ايوه كله تمام. بشكرك يا هالة يا جميلة. وبنشكر كل المشاهدين. ونتقابل معاكم الاسبوع الجاي على جديدة من جد جدا طبعا. هو جدا جدا. شكرا. لا الواد ده ما ينفعش معاه غير كده. لا الواد ده ما ينفعش معاه غير كده. والولاد ممثلين جيدين جدا. دي شهاده مهمه جدا الفنانه هاله فاخر ان انتوا جامدين. والامانه مش اوفر. احلى حاجه فيهم انهم مش اوفر. شفتوا الاوفر؟ الاوفر بيكشف. طبعا. طبعا. بس برافو عليكم بجد. والله شاكرين يا شباب. شاكرين. صباح الخير. صباح الخير.